الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم فوفو من قناة افتكاسات فوفو البنات. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم حاجة حلوة كده ولذيذة ومفيدة جدا 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 للناس اللي عايزة وزنها يزيد، او حتى لو عايزة تعمل دايت. هما في الحالتين ينفع، بس بتبقى بتختلف طريقة تحضيرها ازاي. وهنعمل مع بعض النهاردة الشوفان، او هقول لكم على طريقة من طرق تحضير الشوفان. هو الشوفان بتحضر بكذا طريقة، دي طريقة منهم. انا بعمل الشوفان ده علشان ابني عايزاه يتخن شوية، يعني هو ما شاء الله يعني رفنوع شوية، فاللي حابب يزيد وزنه يستخدم الطريقة دي، حلوة جدا جدا. غير ان الشوفان نفسه طعمه حلو جدا جدا، حتى اخواته بيحبوا ياكلوه معاه، بس انا بحبش ازوده ليهم شويه عشان وزنهم ما يزيدش قوي بالطريقه دي. هي المكونات بسيطه جدا. هو الشوفان طبعا موجود في كل حته، وعلى فكره من الحاجات اللي مش غاليه قوي، يعني سعره مش غالي وسهل انك تجيبيه. معانا لبن، كوبايتين لبن، بس لازم يكون لبن كامل الدسم. لو احنا بنعمله بالدايت يبقى لبن خالي الدسم، بس انا بستخدمها هنا لبن كامل الدسم. المعيار بقى والمقدار اللي انت عايزاه، لان مش هتتأيدي بحاجه. يبقى كوبايتين لبن والشوفان، وهيبقى معانا السكر حسب الرغبه. ادي اللبن اهو، تحطيه في حله او في حاجه، واحط السكر. انا هحط تقريبا اهو معلقتين كده كبار سكر، وبرده زي ما قلت لك السكر حسب الرغبه. واحط بسم الله رشه فانيليا، ممكن تستخدمي معاه بشر برتقال برضو هيبقى حلو قوي، او بشر ليمون. هنعمل ايه دول بقى؟ هناخدهم كده ونحطهم على النار لحد ما يسخن، ونقلبهم بعد كده نحط الشوفان. هوريكم هنعمله ازاي. ادينا حاطين على النار. انا مش عايزه اقول لكم، مش قادره اقول لكم فوائد الشوفان ده قد ايه حلو جدا جدا جدا. فائدته هايله، والناس اللي عندها نسبه الكوليسترول عاليه، انتوا لو تخشوا وتعرفوا الفوائد بتاعت الشوفان بجد والله مش هتقطعوه. غير ان زي ما قلت لكم ان هو مش غالي، سعره بسيط جدا يعني، سهل انكم تستخدموه. المهم هسيب اللبن كده بس يبتدي قبل ما يخش في الغليان، واحط الشوفان. هو اللبن سخن، هحط بقى هحط الشوفان. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكرة حلو جدا والله، جربوه ولادكم هيحبوه جدا جدا. انا بحط تقريبا حوالي 8 معالق شوفان. اوكي، بيبقى عامل فيه شبه كده برضو ساعات، ممكن من البليلة، للناس اللي بتحب البليلة حلو جدا. الشوفان ده طبعا بعد ما اللبن هيغلي هيملى، الشوفان هيتشرب اللبن ده وهيتقل. اوكي، بس انا هسيبه لحد ما يغلي، وبعد كده اول ما يغلي بس هتني طافية عليه، مش عايزاه يفضل يغلي ولا حاجة كتير. اول ما يغلي هتني طافية عليه، وحطاه بقى مقدماه يعني في البولة او في اي حاجة. وحواليكم بقى هنستخدمه او هنقدمه ازاي. بقى شوفوا تقيل ازاي، اهو طفيت عليه، واجيب بقى اي بول او حاجه واغرفهم فيه. بسم الله، اهو بنقدمه بقى بالفواكه، اي نوع فاكهه عندك، وممكن بالمكسرات او لوحده كده. ما شاء الله غني بالفيتامينات، اللي حابب يزيد وزنه. زي ما قلت لكم انا ابني بس عندي مشكله ان هو ما بياكلش اي حاجه، يا دوبك لازم لحوم او بس، يعني حتى الاسماك ملوش فيها قوي، حتى الخضار، فعشان كده عنده مشكله. فانا بحاول اعوضه بالشوفان، حلو جدا اللي حابب يزيد وزنه. الطريقه سهله جدا، والشوفان زي ما قلت لكم فايده كتير 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 كتير، وسهله وحلوه حتى اللي عايز يخس برده، بس بطريقه تانية. بلاش اللبن الكامل الدسم، وممكن بدل السكر نستبدل بعسل. طريقه حلوه وسهله، وعلى فكره طعمه حلو جدا، هيعجبكم هيعجب الولاد ان شاء الله. كان معاك فوفو من قناتكم، قناه افتكاسات فوفو بنات. شكرا، السلام عليكم.